السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كابيتانو، أهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الجبلية تكشف عن الشرط الأهم لإقامة السوبر المصري بالإمارات. أعلنت صحيفة الاتحاد الإماراتية صباح اليوم عن توقيع مجلس أبو ظبي اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة المصرية تقضي باستضافة مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري، والمقرر إقامتها في منتصف فبراير المقبل. وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بتصريحات خاصة أنه بالفعل هناك اتفاقية بين البلدين بإمكانية استضافة الأحداث الكبيرة هنا وهناك خلال الفترة المقبلة. وأضاف المصدر: هناك شرط وحيد لإقامة السوبر المصري في الإمارات، وهو موافقة الناديين، وسنعمل على مخاطبتهم مع بداية العام الجديد لمناقشة الأمر والحصول على موافقة كل منهم. واختتم المصدر: أن نجاح إقامة السوبر المصري بالإمارات بالمرات السابقة يعد دافع لتكراره بالبطولة المقبلة بسبب الحفاوة الجماهيرية التي يشهدها الناديين هناك. أشرف صبحي يكشف حقيقة إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات. أكد أشرف صبحي في تصريحات خاصة أن وزارة الشباب والرياضة وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس أبو ظبي الرياضي، ولكنها مذكرة تفاهم عامة لا تخص مباراة السوبر بالتحديد، ولكنها تبادل عام في كل اللاعبات، وفي حال طلب الإمارات استضافة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك فتكون الموافقة من الاتحاد المختص وكذلك الناديين المعنيين. وبالتالي إذا كان الأمر يخص السوبر بين الأهلي والزمالك فيجب موافقة الاتحاد وموافقة الناديين، خاصة وأنه لا يتم إقامة حدث أو مباراة إلا بموافقة من الاتحاد والأندية المعنية والشركة الراعية. وأضاف وزير الشباب والرياضة ردا على ما نشر في الجريدة الإماراتية أن الوزارة لا تستطيع أن تفعل ذلك دون موافقة اتحاد اللعبة والجهات المعنية. اتحاد الكرة يسند ملف السوبر المصري لمحمد فضل. فريق بلاتينيوم يتجه لتغيير المدير الفني للفريق، وذلك قبل أيام من لقاء الأهلي. رئيس الانضباط يكشف للكابتن عقوبة مرتضى منصور بعد مباراة الإنتاج الحربي. كشف المستشار سيد بن داري رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن العقوبة الموقعة على نادي الزمالك بعد حضور مرتضى منصور رئيس النادي مباراة الإنتاج الحربي في الدوري، وذلك رغم قرار إيقافه. وأكد بنداري في تصريحات خاصة أن لائحة لجنة الانضباط تعطي الحق للجنة بمضاعفة العقوبة على مرتضى منصور، مع الحق أيضا في شطب نادي الزمالك أو الخصم نقاط منه. وتحدث عن أن الكثير فسر المادة 30 بالخطأ بالإشارة إلى أنه يجوز فقط معاقبة الشخص الذي ارتكب الخطأ، ولكن اللجنة لها الحق في خصم نقاط أو شطب النادي. ووصل بنداري أن اللجنة ستحدد العقوبة بناء على تقرير مراقب المباراة، سواء بتوقيع عقوبة جديدة على مرتضى منصور فقط أو معاقبته مع معاقبة النادي. أجرت الإدارة الحمراء بعض التوسعات على دولاب النادي القديم الموجود بالمبنى الاجتماعي بمقر النادي بالجزيرة، في محاولة لاستيعاب كل الكؤوس والدروع التي حصل عليها النادي منذ نشأته عام 1907. الأمطار والإضاءة أول العقبات التي تواجه الزمالك في أول مران له في زامبيا. هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برعد على الملعب الذي يؤدي عليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أول مران له، وكان المدير الفني قرر تقديم موعد تدريب الفريق في 5:30
بدلا من الساعة 7 مساء، وذلك لعدم وجود إضاءة في ملعب التدريب. صالح جمعة يضع شرط للرحيل عن الأهلي في يناير. صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر وضع شرط من أجل الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم. واشترط صالح جمعة قبل رحيله عن الأهلي بضرورة إحضار عرض عربي في دوريات الخليج أو الدوريات الأوروبية مثل اليونان أو البرتغال من أجل الموافقة عن الرحيل. ورفض صالح جمعة لاعب الأهلي فكرة اللعب بالدوري المصري سواء لفريقي سموحة أو إنبي اللذان طالب التعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. جمال الغندور مجالس إدارات الأندية جزء من عناصر اللعبة وينطبق عليها لوائح الجمالية. أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مجالس إدارات الأندية جزء من عناصر اللعبة وينطبق عليها لوائح الجمالية بما فيها قرارات لجنة الانضباط. وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية من بين عناصر اللعبة إدارة الأندية ورؤساء مجلس إدارة الأندية، ويجب على جميع العناصر الالتزام والانضباط والاعتدال. وأوضح الغندور أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع الحكام من انتقاد أي عنصر من عناصر اللعبة، وبالتالي نفس الحق يجب أن يتوفر للحكام إذا أخطأ أي عنصر من العناصر هناك من يعاقبه. سر اتصال عبد الحفيظ بمهاجم إنبي. تعرض محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لإنبي لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق مع حرس الحدود التي أقيمت أمس ببطولة الدوري العام وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران الأخير قبل مواجهة بلاتينيوم. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة من المران، وذلك عصر الجمعة القادم قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمباوي في دوري أبطال إفريقيا. تكرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في المران الذي ينطلق في الرابعة عصرا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهرا. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة بحضور ممثل الفريقين إلى جانب مسؤول الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة. رئيس سموحة في بيان رسمي قرارات لجنة الانضباط هي والعدم سواء. صرح المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بأنه قد نما إلى علمه أن هناك قرار صادر من لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة لمنع من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمباراة واحدة وتغريمه 50,000 جنيه. وأوضح عامر أن الدستور المصري كفل لنا جميع الحقوق والحريات وعلينا احترامه، وقد نص الدستور في المادة 113 منه على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب. كما نص قانون مجلس النواب ومن بعد اللائحة الداخلية للبرلمان أنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ أي إجراءات أو الاستمرار في إجراءات تأديبية أو إدارية ضد عضو البرلمان، وأن أي قرار يصدر ضد عضو البرلمان يجب أن يراعى النصوص الدستورية والقانونية ولائحة البرلمان، وبناء على ذلك فإن ما اتخذته لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة من قرارات هي والعدم سواء لمخالفتها النصوص القانونية وأيضا الدستورية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كابيتانو، أهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تضغطوا على سابسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد. الجبلية تكشف عن الشرط الأهم لإقامة السوبر المصري بالإمارات. أعلنت صحيفة الاتحاد الإماراتية صباح اليوم عن توقيع مجلس أبو ظبي اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة المصرية تقضي باستضافة مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري، والمقرر إقامتها في منتصف فبراير المقبل. وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بتصريحات خاصة أنه بالفعل هناك اتفاقية بين البلدين بإمكانية استضافة الأحداث الكبيرة هنا وهناك خلال الفترة المقبلة. وأضاف المصدر: هناك شرط وحيد لإقامة السوبر المصري في الإمارات، وهو موافقة الناديين، وسنعمل على مخاطبتهم مع بداية العام الجديد لمناقشة الأمر والحصول على موافقة كل منهم. واختتم المصدر: أن نجاح إقامة السوبر المصري بالإمارات بالمرات السابقة يعد دافع لتكراره بالبطولة المقبلة بسبب الحفاوة الجماهيرية التي يشهدها الناديين هناك. أشرف صبحي يكشف حقيقة إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات. أكد أشرف صبحي في تصريحات خاصة أن وزارة الشباب والرياضة وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس أبو ظبي الرياضي، ولكنها مذكرة تفاهم عامة لا تخص مباراة السوبر بالتحديد، ولكنها تبادل عام في كل اللاعبات وفي حال الطلب